السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم إدارة الفنادق. محاضرتنا لهذا اليوم لمادة إدارة المراسم والأتكيت تحت عنوان القواعد العامة لإدارة المراسم والأتكيت. طبعا تتميز المنظمات الفندقية بقواعد عامة تعتمد في التعاملات اليومية أثناء تقديم الخدمة الفندقية، وتعد هذه القواعد دستورا يجب التقيد به والعمل ببديهياته من قبل الأفراد العاملين في المنظمة الفندقية وبمختلف مستوياتها التنظيمية، إن كانت على مستوى الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى أو الأفراد العاملين، لتجنب ارتكاب الأخطاء وتفعيل دور المجاملات وتطوير الذات بين الأفراد العاملين من جانب، ومن جانب آخر بين الأفراد العاملين والسياح وأصحاب المصلحة مع المنظمة الفندقية لتنعكس على سمعة المنظمة. ولا شك أن هذه القواعد لها عدة مرتكزات أساسية نتناولها على النحو الآتي. أولا الحوار الهادف والبناء، وهو يعد أهم محاور القواعد العامة لإدارة المراسم والأتكيت. طبعا لما نبدأ بالحوار مع الضيوف أو مع الأفراد العاملين أو مع الزملاء أو مع أصحاب المصالح مع المنظمة، يتطلب منا اتباع الآتي: 1- التمكن من الموضوع دون الدخول بالتفاصيل الدقيقة. وجه كلامك للآخرين بعد أن تناديه بصفته الرسمية، ثم عبر عن فكرتك أو رغبتك قبل التصرف بالسلوك الهادف للتعاملات. كلما كان الصوت هادئا رقيقا كنت قريبا من قلوب الآخرين. 4- لا تضع نصيحتك ولا تقدمها للآخرين إلا إذا طلب منك، ولا تتحمس لأي شيء من ذاتك. 5- طبعا هاي توصيات احنا نوصي بيها، احنا نوضحها لطلبتنا الأعزاء بكونهم في المستقبل هم سيديرون التعاملات وإدارة علاقات الضيوف وكذلك التعاملات الرسمية والاجتماعية في المنظمة الفندقية مع الزملاء أو مع المرؤوسين إن شاء الله بالمستقبل لما تكونون أحد أفراد المنظمة الفندقية. 6- في حال تعرضك لاستفزاز وتجاوز من طرف ما، فاجتهد في عدم إثارة المشاكل وحاول الانسجام والانسحاب بدبلوماسية. 7- لا تتكلم عن نفسك أطول وقت واستخدام عبارة طيبة مع الآخرين، مثلا من فضلك، بعد إذنك، لو سمحت، إذا أمكن، وغيرها من الكلمات التي تسر المتلقي. 7- تجنب مقاطعة المتحدث معك بتكرار كلمة لا، واستخدامها لا يزيد عن مرة واحدة في المحادثة. 8- لا تقل في بداية الإعراب عن معارضتك للرأي ما، بل ابدأ بالإيجابية ثم اليقظة ثم اذكر رأيك المخالف إن كانت هنالك تفاوضات مع زملاء العمل وأفراد العمل بصورة خاصة والضيوف بصورة عامة، إن كانت هنالك موضوعات تتخالف أو تتعارض مع معطيات وسياسات المؤسسة الفندقية. للإصغاء طبعا مجموعة من النقاط، ونقصد الإصغاء حينما يتطلب على موظف الخدمة إن كان في المكتب الأمامي أو الأطعمة والأشربة أو التدبير الفندقي أو العلاقات العامة، تنفعه هذه النصائح من خلال إصغاء والكلام مع الآخرين.
ونذكرها من خلال النقاط التالية، وهي باعتبارها دليلا إرشادي للفرد العامل. حسن الإصغاء والاستماع للآخرين هو جزء من فن الحديث. نقطة 2، يجب تشجيع الطرف الآخر على الحديث إليك. نقطة 3، عندما يصلك الدور للحديث في موضوع ما في بدايته يحتاج إلى أن تعطي للآخرين نبذة موجزة عن نفسك. النقطة الأخرى، إذا لم تكن ملما بالموضوع فعليك بتوجيه الأسئلة إلى من لديه المعلومات الأكثر منك للاستفادة. النقطة اللي بعدها، يجب عدم الكلام بسرعة كبيرة تزعج المستمع. لطالما هدفنا زرع الثقة والألفة في نفس الطرف الآخر، ويجب على المتحدث أن ينظر إلى وجه الشخص الذي يتحدث إليه. عدم الاقتراب كثيرا من الشخص المتلقي للحديث، عدم مقاطعة من يتحدث في ذات الوقت، أن يستخدم اللسان فقط للحديث ولا داعي مطلقا لاستخدام الأيدي والرأس والعين كأدوات للمساعدة في الإصغاء والكلام مع الآخرين. ننتقل إلى النقطة 4، فن وسائل الاتصال. هنالك نصائح خاصة لاستخدام وسائل الاتصال. ينبغي أن تكون نبرة الصوت الشخص المتحدث وصوت الهاتف نفسه هادئ حتى لا يسبب الإزعاج للمتلقي. ينبغي أن يكون شعار الهاتف خير الكلام ما قل ودل. التركيز والنشاط الشخصي أثناء أداء الاتصال. عليك بالتفكير في الاحتياجات الملحة لمستقبل الرسالة. عدم الإطالة في التحية. عندما يوجه أحد الإساءة إليك، حاول تجاوزها بإحدى الطرق الرد المؤدبة كشكرا جزيلا وجزاك الله خير، لأن تعلمون أن الضيف على حق، وهذا هو شعار المؤسسة الفندقية. في الحالات العادية فأن الذي بادر بالاتصال هو الذي ينهي المكالمة، وهو الذي يطلبها إذا انقطع الخط. على طالب المكالمة أن يبادر إلى تقديم نفسه واسمه وصفته واختصارا للوقت والجهد. يقتضي عدم الاتصال هاتفيا بشخصيات الهامة في دورهم في ساعات الراحة والقيلولة وعند تناول الطعام في الأماكن المخصصة لذلك. ننتقل إلى نقطة جديدة، وهي التعارف والتقديم الاجتماعي. هنالك نصائح لهذه النقطة، نذكرها على النحو التالي. أن يقدم الرجل إلى السيدة، السيد الشاب إلى الرجل المسن، السيدة الشابة إلى الرجل المسن بشكل عام. ويقدم الشخصيات وفق تدرج المستوى والمركز الرسمي من الأعلى إلى الأدنى مع الحفاظ على المقامات. الأصغر سنا ما لم يشغل مركزا وظيفيا أو اجتماعيا إلى الأكبر سنا. القادم إلى الموجودين في حفلة ما لم يكن يشغل مركزا مرموقا ويكون معروفا، ويراعى بهذا الصدد أن ينهض الرجل إذا كان جالسا وأن تنهض السيدة. للسيدات فقط. أما قاعدة الأسماء والألقاب والمراكز الاجتماعية فنعطي مسميات لكل لقب أو لكل مكانة اجتماعية أو لكل مكانة رسمية. مثلا الشخصيات الدينية نتفضل بكلمات في استخدامها أثناء التعاملات، مثل سماحة السيد، فضيلة الشيخ، قداسة البابة، غبطة البطرياق والمطران. الملك تلفظ له جلالة الملك أو الملكات. ولي العهد صاحب السمو الملكي أو ولي العهد، أي قبل أن ننادي بتسميته نطلق عليه أسبقية هذه العبارات المخصصة لهذه المراكز الاجتماعية والرسمية. نستخدم للأميرات والأمراء صاحب السمو أو صاحبة السمو، ولرئيس الدولة دولة رئيس الوزراء، وللوزير معالي الوزير، والسفير صاحب السعادة. واستعمال كلمة أستاذ الحاصلين على شهادة الدكتوراه في أي علم من العلوم، واستعمال كلمة دكتور للأطباء فقط على المستوى الاجتماعي. أما لسائر السلك الدبلوماسي فنستعمل كلمات مستر، مسز، مس، ليدي، مدام، ميسيو.
وكل حسب جنسه وحالته الزوجية. أما باقي الشرائح الاجتماعية من السياح فتستخدم الاسم الأخير أو اسم العائلة مسبوقة بكلمة أستاذ أو سيد أو سيدات أو مدام أو مستر للسيد ومس ومدام وزول للآنسة. وبعد ذلك ننتقل إلى قواعد أتكيت الزي الرسمي، وهنالك نصائح عدة لتطبيق قواعد إدارة المراسم والأتكيت في الارتداء الرسمي للزي الموحد. النقطة الأولى، يجب أن يتميز بطابع الفني والجمال ويترجم طبيعة الخدمة الفندقية المحددة وحسب الأقسام المهنية والإدارية. يعني يتطلب من هاي الوصية تقدم إلى المنظمة الفندقية، ويجب أن يلتزم بها الفرد العامل، أن مثلا قسم المكتب الأمامي يرتدي الزي الرسمي المخصص له مع طابع الفن والجمال وليبلة المؤسسة، ويجب أن يتميز القسم الآخر قسم الأطعمة والأشربة بزي آخر يتميز عن بقية الأقسام، وإلى آخره من ارتداء الزي الرسمي للأقسام الأخرى. يجب أن يمثل هوية منظمة الضيافة ويحمل علامتها التجارية. يتطلب من المنظمة الفندقية أن تعز زي مخصص يحمل علامتها التجارية. النقطة اللي بعدها، تجنب ارتداء الحلي بالنسبة للكادر النسائي وتجنب استخدام الكثيف للمكياج والعطور ذات الرائحة القوية. النقطة اللي بعدها، يفضل بعض الألوان الرسمية، القميص الأبيض، البنطار الأسود أو البيجي، جاكيت الأسود، وربطة العنق التي تحمل الألوان الداكنة والموحدة التي تتناسق مع مكانة وشخصية مقدم الخدمة الفندقية. ننتقل إلى قاعدة أخرى، لغة الجسد. طبعا موضوع لغة الجسد ذات أهمية كبيرة في المنظمات الفندقية، وهنالك وصايا لاتباع الجانب الإرشادي والسلوكي للغة الجسد في المنظمات الفندقية. التخلص من السلوكيات المشتتة للانتباه، أي يتطلب في استخدام لغة الجسد التحرر من التشتت السلوكي للانتباه. ومن هذه النصائح الإيماءات الحريصة والغير الفضولية بحيث لا يلاحظها أحد. النقطة الثانية، كن طبيعيا وتلقائيا أثناء التحدث. النقطة اللي بعدها، اجعل جسدك مرآة لمشاعرك. أي النقطة اللي بعدها، بناء الثقة بالنفس من خلال الإعداد المسبق. يعني يتطلب أن نتمرن على متغيرات لغة الجسد الأساسية المستخدمة في قطاع الفنادق. وطبعا عندنا محاضرات تالية توضح كل مفردة من مفردات لغة الجسد وفق قواعد إدارة المراسم والأتكيت، ولكن هذه قواعد عامة توضح لنا كيفية استخدام لغة الجسد في تطبيق قواعد إدارة المراسم والأتكيت. النقطة اللي بعدها، استخدم منظمتك كعمل تعليمي من خبرة الصمت والإشارة. طبعا واغلب المنظمات الفندقية هي تعد من المنظمات التي تتعامل بالصمت وتوظف لغة الإشارة ولغة الجسد في إنجاز العمل ما بين الأفراد العاملين، فضلا عن تفسيرات هذه اللغة كعامل من عوامل تحقيق الراحة والبهجة والسرور ضمن المنظمة الفندقية. ننتقل إلى قاعدة أخرى، الاتصال الشخصي بين المدير والمرؤوس، وهذه النصائح توجه للمدير وندرجها على النحو التالي: لا تضع مساعدك في موقف الدفاع على المدير أن يقنع أن السلوك الدفاعي شيء طبيعي عند الانتقاد. لا تنتقد كثيرا، ادفع مرؤوسك إلى الكلام، أي حفز المرؤوس أو الفرد العامل على الكلام لتجنب إحراجه وكذلك دفعه إلى تحقيق غاية الرضا، وبالتالي ينعكس ذلك على سلوكه العاطفي مع المدير، وهذا ما يحفز منظومة العمل لديه. قاعدة أخرى، المقابلة الشخصية، وهنا يتطلب علينا الالتزام بالآتي: الاهتمام بالمظهر الخارجي، الوصول بالوقت المحدد للمقابلة، يجب الدخول إلى غرفة المقابلة بخطوة واثقة، يجب عليك أن تجيد الاتصال أو تقاطع محور الحديث بينك وبين لجنة المقابلة، اجمع أكبر قدر من معلومات عن صاحب العمل والجهة التي دعتك للمقابلة،
اجى مع نسخة من الأوراق المطلوبة لهذه المقابلة مثل الشهادات العلمية وشهادات الخبرة والسيرة الذاتية. طبعا واضح أن القواعد الأساسية ترتكز على هذه السياقات، والهدف من تطبيق هذه القواعد هي تجسيد الصورة الذهنية للمنظمة من خلال تطبيق قواعد إدارة المراسم والأتكيت في التعاملات العامة والتعاملات الشخصية بين أفراد العمل. هنا نترك سؤال للطلبة ويمكن الإجابة عليه: ما هي القواعد العامة لإدارة المراسم والأتكيت، وكيف لك أن تتعامل بهذه القواعد في حياتك العامة وحياتك المستقبلية أثناء تخرجك من كلية العلوم السياحية قسم إدارة الفنادق والتوظيف في أحد المنظمات الفندقية؟ طبعا سؤال متاح وسؤال جوهري، يضع رؤية للطالب حيث يمكنه في إدراك المستقبل، وعلى أن يكون السؤال هو عام ذات طابع معرفي وإبداعي يمكن الطالب في استبصار مستقبله. وبالختام نشكر حسن إصغائكم طلبة الأعزاء، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.